وأترضى عن أمهات المؤمنين المطهرات من كل سوء. نعم، ويترضى عن أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فهن أمهات المؤمنين في القدر والاحترام لا في النسب، ما هم أمهات في النسب والمحرمية، لكن في القدر والإجلال. النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو المؤمنين في القدر لا في النسب، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، يعني في النسب، لأن هذا رد على الذين يقولون إن زيد بن حارثة ابن للرسول صلى الله عليه وسلم، الله نفى هذا. لكن ليس معنى هذا أنه ليس أبا لهم في القدر والإجلال. وفي قراءة وأزواجه أمهاتهم وهو أبوهم، في قراءة وهو أبوهم، يعني في القدر والإجلال. وأما أنهن أمهات المؤمنين هذا في القرآن، نص القرآن اللي يقرأ إلى يوم القيامة، وأزواجه أمهاتهم، بمعنى أنه لا يجوز لأحد أن يتزوج منهن بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهن زوجاته بالجنة، فلا يجوز لأحد أن يتزوج بأحد. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. فهن محرمات على الأمة لأنهن زوجاته في الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام، وكفى بذلك فضلا لهن، ولأنهن حملن من العلم والشرع ما بلغن به الأمة، تحملنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهن الفضل ولهن الإجلال ولهن القدر